إن هذه العملية اليوم أيها الإخوة تؤكد بأن الحالة الدائمة في مشهد الضفة الغربية هي المقاومة، رغم كل ما يتعرض له أهلنا في الضفة من ضغط سياسي وأمني واقتصادي وإنساني ومن أكثر من طرف وأكثر من اتجاه. إن هذه العملية اليوم التي أباركها وأشد على أيدي الذين نفذوها وأدعو الله سبحانه وتعالى من هذا المقام أن يحفظ من يقف وراء هذه العملية أيا كان ومن كان، فإنه فلسطيني.